يسعدنا أن نلتقي اليوم ومرة أخرى مع السيدات الإعلاميات والسادة الإعلاميون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية، الذي سن عدة سنن حميدة ليلتقي خلالها مع الأسرة الإعلامية على غرار اللقاءات الصحفية الشهرية واحتفالات اليوم الوطني للصحافة. وها هو اليوم يشرفنا ليحتفي معنا باليوم العالمي لحرية الصحافة في ذكراه 31، منذ أن أعلنت اليونسكو تخصيصه للاحتفاء بحرية الصحافة، الذي يعد مناسبة لنا لتثمين مكاسب القطاع وتقدير تضحيات الإعلاميات والإعلاميين ومراجعة السياسات إن اقتضت الضرورات.